بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، نصيحة في دقيقة. نصيحة اليوم هي بشرى لمن لا يستطيع شراء اللحوم، وبخاصة في عصر الغلاء والوباء الذي نعيشه اليوم. الحقيقة هذه الدراسة الأمريكية كشفت أن الذين يتناولون اللحوم وبخاصة اللحوم الحمراء بكثرة معرضون للوفاة أكثر من غيرهم، سبحان الله. وكأن الذي يكثر من تناول اللحم هذا شيء سيء يضر بصحته. الدراسة أيها الأحبة شملت بحدود نصف مليون شخص، وهي الأوسع من نوعها في هذا المجال. هؤلاء الأشخاص النصف مليون يتناولون اللحم بشكل يومي، سواء اللحوم الحمراء أو اللحوم المصنعة أو المعالجة صناعيا. هؤلاء وجدوا أنهم معرضون للموت والموت المفاجئ بنسبة أكبر ممن لا يتناول اللحم إلا في مناسبات عديدة يعني. والسبب في ذلك أنهم يتعرضون للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، أو يتعرضون للسرطان. الدكتور باري إم بوبكن من جامعة نورث كارولينا يقول إن هذه الدراسة هي الأكبر من نوعها، لأن الباحثين جمعوا معلومات تتعلق بالغذاء بشكل دقيق، وأخبروا أخبروا الناس بأن لا يأكلوا اللحوم الحمراء يوميا. نتيجة هذه الدراسة كما يقول الدكتور باري، لا تأكل اللحوم كل يوم، بل ركز على الخضار، الفاكهة، الحبوب، وكل شيء طبيعي، وقلل نسبة استهلاكك من اللحوم. لذلك نحن عندما نعود لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه تمر الأشهر ولا توقد نار في بيت آل محمد صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث النبوية. هذا دليل على أن النبي لم يكن يتناول اللحوم إلا قليلا. الشيء الثاني، القرآن حذرنا من الإسراف أيها الأحبة. قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لذلك نصيحتي للجميع، قلل استهلاكك من اللحوم إذا كنت قادرا، وإذا لم تكن قادرا فقل الحمد لله الذي سخر لنا هذه الخضار وبعض أنواع الفاكهة، وكلها مفيدة للجسم، وفيها يعني الحاجات اليومية التي يحتاجها جسدك أخي الحبيب. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.